لا لا ده مش عايزين نتكلم عنه لانه خلص الموضوع ده من زمان من زمان مش هيتعمل. طب هل في مشروع اصلا تمثيلي ممكن تخش في مشروع؟ بس طبعا مش هقدر اتكلم في تفاصيل، انما في حاجه باذن الله على رمضان باذن الله. طب سيره ذاتيه ولا مسلسل؟ لا لا مسلسل عادي. طب يعني انا عارفك المطرب والملحن، لكن الممثل هل هو ممثل فاشل طبعا؟ لا يعني انا بس يعني حضرتك قوي في الغناء جدا وملحن جدا وسكتك، لكن التمثيل يعني ممكن تاخد ورشه ولا هي موهبه ولا؟ انا خدت ورشه و يعني ساعدوني كتير في ال... انا عندي استعداد اقف على مسرح يكون قدامي 100,000 بني ادم واغني وما هبش طبعا، ما خافش لحظه. بس حطيني قدام 2 بس ومكان مقفول علينا وقولي لي مثل بتكسف. معقول؟ ما اعرفش. فده كان صعب بالنسبه لي قوي. تخيلي لما اقول لك، لما انا مثلا لما كنت مثلا في المسارح الكبيره العربيه الكبيره زي قرطاج وزي المحبه والسلام وزي المغرب، يعني في كل مسارح المغرب، الجزائر، ليبيا، الاردن، سوريا، مصر، تبقى قدامي بالعشرة 15,000 وانا واقف يعني ولا الهوى ومش خايف من حاجه واغني واتسلطن ودنيا ورايح جاي، وحطيني زي ما قلت لك قدام يعني قدام مخرج نفسه لوحدينا كده وانا مش، فده كان صعب جدا فعلا عليا.